يزيد الاكسجينات. نبدا التكريم بسم الله على بركه الله. الطالب صلاح الدين الحريفي ونحفظ بكتاب الله تعالى 15 جزءا وقد اجتهد في اختبارهم. الطالب عبد الله صالح ونحفظ من كتاب الله تعالى 15 جزءا. الطالب عبد الله العيسى ويحفظ من كتاب الله تعالى 5 أجزاء. الطالب حسن ادريس ويحفظ من كتاب الله تعالى 8 أجزاء. الطالب بكرم اليوم شعيب ادريس. الطالب محمد الكعبي ويحفظ من كتاب الله 5 أجزاء. الطالب احمد الغران ويحفظ من كتاب الله تعالى 5 أجزاء. الطالب زياد بن كثير ويحفظ من كتاب الله 3 أجزاء. الطالب عبد المجيد الكثيري ويحفظ من كتاب الله 6 أجزاء. الطالب وليد قادر ويحفظ من كتاب الله 9 أجزاء. الطالب منذر ياسين ويحفظ من كتاب الله 6 أجزاء. الطالب أنس الشمراني ويحفظ من كتاب الله 4 أجزاء. الطالب عبد الرحمن العثمان ويحفظ من كتاب الله 5 أجزاء. الطالب إبراهيم الحريم. الطالب أسامة يحيى العافية ويحفظ 8 أجزاء. الطالب نواف فواز الهجاني ويحفظ من كتاب الله 7 أجزاء. الطالب يزيد الرمدي. الطالب يزيد الرمدي. الطالب حسن صالح الصهيري ويحفظ من كتاب الله 4 أجزاء. الطالب صلاح العزام. الطالب أكرم حسن. الطالب أسامة عزان. الطالب محمد بحر. الطالب أيمن أبو طالب. أيمن أبو طالب. الطالب أنس أبو طالب. الطالب علي الكريم. الطالب أسامة باجر. الطالب محمد عصمت الله. الطالب أسامة الشميخ.
قال الطالب محمد المصباح، الطالب محمد المصباح، الطالب فؤاد الصلاح، غايب الطالب هاني عبد الرحيم الزبيري، ويحفظ من كتاب الله تعالى ستة أجزاء. الطالب عبد الله الشاطر، طالب عبد المجيد الأحمدي، طالب عبد المجيد الأحمدي، طالب سامر سامي العز، الطالب الثام أحمد الهتاري، الطالب سلطان بن محفوظ، الطالب سلطان بن محفوظ، الطالب صالح عبد الحكيم العزام، الطالب زين الهلال، طالب صالح خالد صالح، الطالب خامر محمد عبد المجيد، الطالب حسين محسن الياء، طالب نواف أحمد شوقي، الطالب بلال خالد محمد، الطالب محمد نذير الشميري، الطالب ريان عبد الرحمن خضر، الطالب يحيى علي الأهل، يحيى علي الأهل، الطالب راجع محمد عبد القوي، الطالب صالح سالم الصهيب، الطالب زياد ولي المهدي، الطالب محمد صلاح عبد القوي، الطالب نور الدين عويد خليل، طالب خالد مهدي أبو طالب، ويحفظ من كتاب الله تعالى 8 أجزاء. الطالب أنس نبيل الشميل، الطالب عبد القوي محمد الياحي، الطالب عبد القوي محمد الياحي، ويحفظ من كتاب الله 8 أجزاء.
صاحب كمال الدين علي البدري، الطالب الطاهر عبد الرحمن السميل، الطالب حمزة عبد الله حلمي، الطالب الجمال عبد الرحمن خلف، طالب حمام خالد جنان، الطالب عبد الله عمر الرشيد، طالب نواف حمد الطوفي، الطالب خامر سالم كفور، طالب يزيد محمد عجبي، الطالب غسان حسين غزالي، الطالب خالد عبد الخالق ضياء، الطالب عبد العزيز ابو بكر بن اخدر، الطالب عبد الله سالم السعيد، طالب سالم عماد السعيد، الطالب وائل أسامة الكبير، طالبان رغم صغر السن لكنهم محافظين على صلاة الفجر، فأخبرت أن أهدي لهم الطالب زين الياعي، الطالب زين الياعي، الطالب حسن سالم السهيل، الكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله حميس الزهراء لأبناء الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله. كلام لطيف كثيرا، لكن الشكر هو الباطل وضعف هو باطل لله عز وجل أن يسر على كل أبنائي حقيقة نعم ما يتعلمون من كتاب الله، فأنتم خيار هذه الأمة خير مما تعلم القرآن وعلمه، وهدية إلى أباء حقيقة الذين حرصوا أشد الحرص على حضور أبنائي هذه المجالس الطيبة المباركة. وأقول لمن لم يبادر بإحضارهم أن خير وسيلة للتربية في هذا الزمان لا سيما زمن الفتن والشهوات والشبهات هي تعليم هؤلاء الجيل كتاب الله عز وجل، تركت فيكم ما يتمسكون به لن تضلوا بعدي أبدا. أشكر إخواني معلمي التحفيظ لهم فاخر الجزء وفاخر الشكر وعظيم الثناء، وسيكون بإذن الله عز وجل لهم تكريم مستقيم يعني يكون في 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 مقدار المقام الذي قد أقيلت هذا العام في آخر هذا العام نسأل الله العام، وشكري أيضا لإدارة هذا الجامعة في أبو أحمد وذلك للمشرف على التحافل الشيخ منصور الأهدر وأخوي الشيخ إبراهيم الدوزي على بذلهم وجهدهم وعطائهم خلال الفصل الدراسي الماضي، وبإذن الله عز وجل هؤلاء الذين رأيتموهم جميعهم اختبروا في الأجزاء كل الموائد من جمعيات الطلبات، وأنا نكرمهم تكريما يسيرا، وبإذن الله عز وجل يكون لهم تكريم آخر وتكريم أعظم يوم يكون بين يدي الله عز وجل، يوم يقال لهم اقرأ وارتقي وارتقي ما كنت ترتقي في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية من كتاب الله، اقرأ وفق الله وإياكم بكل خير وصلي وسلم على نبينا محمد. محفوظ يا حافظ القرآن، الله وعدك بشفاعته، عليك ظل الله الرحمن،
لجل حسيب بسجلاته لجل حسيب بسجلاته يا منور الخالق بالتبيان نورك لا بكل وجهاته يا طيب ترتيلك مسيان والعصر بدروس حلقاته والعصر بدروس حلقاته محفوظ يا حافظ القرآن الله وعدك بشفاعاته عليك ظل الله الرحمن لجل حسيب بسجلاته لجل حسيب بسجلاته من لقتدى فيك يكحيلا يبدي له الوقت عثراته الذكر حفظ شرف وإيمان يجلعنا القلب ظلماته يجلعنا القلب ظلماته محفوظ يا حافظ القرآن الله وعدك بشفاعاته عليك ظل الله الرحمن لجل حسيب بسجلاته لجل حسيب بسجلاته والحفظ يا عظيمة الشان احفظك رفع سماواته عليت بعلمك البنيان وادرك بك الدين غاياته وادرك بك الدين غاياته.